الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. تعتبر مقاصد الشريعة الإسلامية أشبه بالهيكل العام لعموم أحكام الشريعة، وهي الغايات والأهداف الكلية التي يرجع إليها من اختلطت عليه الأمور أو ضلت به الشعاب، خصوصا عند غلبة العصبيات والتقليد، أو من احتار في البحث عن مخرج الأزمة أو غابت عنه الحلول الشرعية لنازلة معينة، فإنه سيجد رايات المقاصد عالية وماناراتها واضحة للنظر والاهتداء. نحو فقه المقاصدي هو عنوان حلقتنا هذه الليلة التي نستضيف فيها الشيخ رياض صاكي، مدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية في وزارة الأوقاف، والشيخ عبد الله التواتي الباحث الشرعي. فباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بكلا ضيفينا الكريمين. مرحبا بشيخ. مرحبا وسهلا. نعم الشيخ. كما يمكنكم أيها الإخوة المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الشيخ رياض، يعني الآن لو أبدأ معك بما المقصود بالفقه المقاصدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. نعم. في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين، و فيما يتعلق بالفقه المقاصدي، القصد منه هو الفقه الذي يتعامل مع المقاصد العامة للشريعة، وينظر للشريعة لأنها معللة وأن أحكامها لها حكم ولها غايات قررتها الشريعة في الجملة. فالتعامل مع النصوص الشرعية دون النظر إلى مقاصدها العامة وإلى الغايات التي من أجلها شرعت هذه الأحكام يجعل الإنسان أحيانا نظره إلى هذه المسائل نظرا جزئيا يقع في كثير من الخلل. بل الإمام الشاطبي رحمه الله لما تكلم حتى على مثلا شروط الاجتهاد ذكر أن من أهمها ومن أولاها ومن الشيء الذي ينبغي أن يكون في المجتهد، يعني ربما استبعد كثير من التفاصيل يذكرها الأصوليين في أو يذكرها الأصوليون في قضية شروط المجتهد، وركز على نقطة وحيدة وهي أن يكون العالم أو المجتهد عالما أو عارفا بمقاصد الشريعة العامة. نعم، إذن هي مفهومها أنه لابد من مراعاة الحكم والغايات التي شرعت من أجلها. نعم. الأحكام. بس كتكمل الفكرة أن أيضا من يعني للتركيز على الجزئية ذكر أن كثير مما يعرف عند أهل العلم بزلة العالم أو الوقوع في الزلة هو سببه في الحقيقة عدم معرفة العالم أو غفلته عن مقصد الشريعة في تلك المسألة، فلو أنه نظر إلى المقاصد العامة لما وقع في تلك الزلة. فأحيانا يعني هذا يعطيك أهمية ما يعرف بالفقه المقاصدي أو مسألة النظر إلى مقاصد الشريعة. بل إنه في كتاب الاعتصام لما تكلم حتى على قضية أصول البدع وأصول والقواعد العامة في السنن وكذا ذكر أن أهم قضية أيضا في يعني التي تعصم الإنسان من الوقوع في المتشابهات والوقوع في الزيغ والدخول في أبواب البدع أن يتعامل مع النصوص الشرعية تعامله مع جسد الإنسان بشكل متكامل. فلو أنه نظر إلى كل عضو ربما يقع له خلل، لكن إذا تكامل أو تعامل مع الصورة الكاملة فإنه لا شك أنه سيصل إلى الحقيقة الكاملة. إذن هذا تعبير جميل يوضح المقصود بمقاصد الشريعة. شيخ عبد الله، هذه إذن ينقلنا الحديث حتى وبضدها تتبين الأشياء. الآن عندما نتكلم عن الفقه المقاصدي، ما هو الذي يقابله؟ ما يعني هل هناك فقه غير مقاصدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفقه المقاصد الشرعية فقه عظيم طبعا، وكما بين الشيخ رياض يشترط في العالم المجتهد إذا تكلم في النوازل وفي الفتاوى أن يكون ملما بمقاصد الشريعة ومعرفة عللها وأحكامها ومعانيها العامة. سؤالك عن هل هناك فقه مقاصدي أو غير مقاصدي،
طبعا من تكلم في الفقه من الفقهاء وخصوصا المتأخرين لم يراعي كثيرا ولم يبالي كثيرا بالكلام على مقاصد الشريعة في الفتاوى. لكن من السلف من تكلم على هذا الباب وهو باب المقاصد بشكل مكثف مثل إمام الحرمين، كذلك الإمام العز بن عبد السلام الجويني، نعم العز بن عبد السلام، كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا في ثنايا كلامه وفتاواه كثير من الكلام عن المقاصد. طبعا ومن أو من أول من أصل وقعد للمقاصد هو الإمام الشاطبي كما هو معروف، وجاء من المتأخرين شيخ طاهر بن عاشور طبعا تكلم في هذا الباب وأصنف فيه مصنفا. وهناك كما قلنا من 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 الفقهاء وخصوصا المتأخرين أتباع المذاهب لا يراعون كثيرا التأكيد والتوضيح والبناء على المقاصد العامة للشريعة. طيب هذا الحديث يطول فيه لكن لا نريد نستغرق في هذا المجال، ونحن الآن في هذه الحلقة كالمقدمة والتوضيح للإخوة المشاهدين ونعلن من هذا المنبر عن الدورة الشرعية التي بإذن الله مزمع إقامتها في هنا في معهد الشرعي بتجورة، وستكون بهذه الدورة كما فهمت منكم برعاية وزارة الأوقاف وكذلك مكتب دعوي التابع لدار الإفتاء، وهي واقتبسنا هذا عنوان هذه الحلقة من هذه الدورة، عنوان هذه الدورة نحو فقه مقاصدي. لو أيضا هناك الحقيقة خلل في الصوت بيني وبين المخرج لعل يصلح هذا الخلل، وبإمكانكم أيها الأخوة المشاهدين أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة باعتبار حتى نوضح ما الغاية من هذه الدورة وكيف يمكن الاستفادة منها أو الالتحاق بها، وهي يعني لعل ننوه أيضا أنها خاصة بالذكور وليست لا تتعلق بالإناث على الأقل في هذه الدورة. شيخ رياض، يعني الآن لو نعود إلى موضوعنا ونترك التفصيل مع بعض الأسئلة التي ربما نستغلها في بالنسبة لبيان حال الدورة ومن المقصود منها والمواد التي تدرس فيها، نريد في نفس الموضوع نحو قضية المقاصد، يعني هل يمكن الآن قضية الفقه المقاصد عندما نسمعه ونتحدث به الناس أو نقرأ عليه في بعض الكتب أحيانا يتبادر إلى أذهان أنه هو إهدار للنصوص، أنه ذريعة إلى عدم الاستدلال بالنص سواء كان آية أو حديث بذريعة الارتكاز على المقاصد الكلية. وطبعا لا شك دائما في كل قضية ستجد الطرفين والوسط، يعني ستجد من هو يعني يبالغ في قضية المقاصد إلى أن تصل لمرحلة إهدار النص، وستجد أيضا في الطرف المقابل من يتعامل مع النص إلى أن لا ينظر أيضا إلى القواعد العامة أو الدلائل العامة للشريعة. فوجود الطرفين أمر طبيعي، لكن نحن لما نتكلم عن المقاصد نحن نتكلم على الشيء الذي أقرته الشريعة. يعني نحن لما نتكلم على هو أصلا مبدأ المصالح أو المقاصد هو فرع عن باب المصالح، الحديث عن إعمال المصلحة ودليل الاستحسان ومسائل. فالمصلحة عند العلماء لما قسموا قالوا أن هذه المصالح هناك ما هي مصالح يعني معتبرة وهي التي اعتبرها الشارع ونص على هذا، فهذه لا تحتاج إلى استدلال. هناك مصالح ملغاة، أي أن الشارع يعني النصوص الشرعية دلت على إلغاء هذه المصالح. هناك مصالح مرسلة بمعنى الشارع لم يحكم فيها لا بإلغاء ولا باعتبار، يعني لا قال هذه لا فهنا مجال الاجتهاد. وهنا المجال الذي يستطيع فيها العالم أن ينظر هل هذه المصلحة تدخل في مصالح العامة للشريعة أم لا، فهذا جانب. فأنت تحتاج في الحقيقة إلى النصوص الشرعية لتعرف هل هذه المصلحة معتبرة شرعا أم ليست معتبرة. الجانب الآخر أن أنت تحتاج يعني حتى في الآن الإمام الشاطبي يستدل بموضوع الاستقراء اعتبار المصالح ويقوم على قواعد عقلية تقوم على استقراء النصوص ابتداء،
يعني من أين تعتبر المصلحة مصلحة؟ من خلال استقراء تام أو على الأقل استقراء أغلبي، بمعنى أن الشارع اعتبر هذه المصلحة في أغلب صورة. إذن هي مستقاة من فهي النصوص في الحقيقة نفسها. ترجع إلى النص الشارع. ترجع إلى النص. لكن هي بس ملاحظة يعني تكمل فقط للسؤال الذي ذكرته في المرة الماضية، مسألة هل هناك يعني فقه مقاصدي وغير مقاصدي؟ نعم. يعني للفائدة نذكر أن الخلاف بين في اعتبار المصلحة وعدم اعتبارها، هذا قصدي خلاف قديم، ونحن الآن يعني الناس كلهم يعرفوا، مثلا نتكلم حتى بلغة ربما مسألة المذهب الظاهري إمام ابن حزم على وجه أخص، مثلا إنكاره للقياس أو مخالفته في أو الإشكال، فهذه قضية موجودة قصدي في الكتب وتذكر أن هذا المذهب ابتداء يقوم يغلو في اعتبار النص. طيب بارك الله فيك، لعل نخرج نستدينكم إلى فاصل قصير ثم نعود. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تيفي أو على twitter.com/تناصح تيفي، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تيفي. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. طيب الآن لو هناك مسألة المقاصد، أيضا الشريعة الإسلامية جاءت إلى التيسير، وفي قضية التيسير هناك نجد منهج معين اللي هو التيسير في الفتوى بحجة رفع الحرج على الناس وكذا. هذا المنهج في تيسير الفتوى يتنازعه ضدان، هناك من يبالغ ويتشدد، وهناك من أيضا يطلق العنان في قضية التيسير. فهل نستطيع أن نقول أيضا من الفقه المقاصدي هو التيسير في الفتوى؟ لا شك أن التيسير في الفتوى والتيسير في عموم الشريعة من مقاصد الشريعة. نعم. كما تعلم أن الكليات الفقهية 5 التي ذكرها الأصوليون قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، فالمشقة تجلب التيسير، وكما قال الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع. فلا شك أن التيسير والتسهيل، وكان صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك شرعت الرخصة حتى لا يشق على المسلم في 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 النوازل التي تنتابه، أذن ورخص للذي خاف على نفسه الهلكة من أكل الميتة للمضطر، أيضا للمسافر رخص له القصر كذا، وهكذا جزئيات كثيرة جدا تدخل تحت هذه القاعدة، وهي رفع الحرج عن الأمة، وأدلتها أيضا مبثوثة في عموم الكتاب والسنة. قال تعالى لكن وما جعل لكم هناك من حرج. يرى أن قضية التيسير أيضا نعم. مثلا إفساح المجال للمرأة حتى في المناصب العامة، نعم. فيهدر يستدل بالمصلحة مقابل النص،
نعم. بحجة التيسير أو بحجة أيضا هناك من يبيح الفوائد الربوية بحجة التيسير. نعم نعم. لا هذا كثير. هذا طبعا هذا تجاوز إهدار النصوص. إهدار النصوص وضعت للتعبد، أن يعني نتعبد الله سبحانه وتعالى باتباعها والامتثال لها، وهذا نعم. وهذه حقيقة العبودية. نعم. لكن أيضا النصوص هذه التي وضعها الله سبحانه وتعالى وأنزلها على في كتابه ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت مثلا لها بعض الأحكام الوضعية أو الأسباب أو الشروط أو الموانع أو ما تطبق مثلا في أحوال إذا توفرت شروط معينة، وإذا اختلت بعض. مثلا لا تقطع الأيدي في الغزو مثلا، ورد في الحديث عن أبي داود أن الحدود لا تقام في, 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 في الغزو نظرا لمقصد عام، وهو أن لا يترك المسلم الذي سيقام عليه الحد ويفر إلى أرض العدو أو الجيش المقابل. فلذلك مثلا مع أن أحكام الشريعة والنصوص وردت بتطبيق الحد على الزاني والسارق وإلى آخره، وهذه متواتر يعني العمل بها، لكن مثلا في حالة معينة إذا مثلا لم نطبق الحد مثلا أو النص على نفس الشيء، هو استدلال بنص إدراء الحدود بالشبهات. نعم نعم نعم. كذلك مثلا في مسألة الربا، الأصول والنصوص العامة عدم التعامل بالربا وتحريمه وإلى آخره، يعني ربما ببعض الأحوال الفقهاء يذكرون جواز التعامل بالربا للشخص مثلا الذي بلغ مبلغ الضرورة مثلا، بلغ مبلغ الهلكة الذي ربما يباح له أكل الميتة يعني مثلا، فهذا مثلا ربما رخص له، لكن ليس الأصل هو التعامل بالربا وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى بحجة التيسير، وهذا تعدي على النصوص. طيب أيضا في مقابل ذلك أيضا هناك منهج أيضا التشدد، دائما نجد هناك من يتشدد في الفتوى، يعني يستطيع كل يكثر من قضية أو يتساهل في قضية الواجبات، كل شيء واجب حتى لو كان هناك مثلا فيه نزاع في المسألة محتملة فيوجب الأمر، كذلك قضية التحريم أو في سد الذرائع أيضا يضيق الدائرة. وكما أشرت في البداية شيخ، نعم. في كل قضية دائما تجد الأمرين، ستجد الطرفين وتجد الوسط، يعني وهذا قصدي ليس في باب الفتوى فقط، نعم. حتى في باب تقييم الرجال، في باب في كل أبواب العلم الشرعي، وفي كل بل في هي في اشياء قد تعود حتى الى طبائع البشر. نعم. هناك من هو اميل الى الاحتداد، وهناك من هو اميل الى السهوله والليونه في الطباع. نعم. فاشياء فالذي يعني ذكر الشيخ ونؤكد عليه ان من وظيفه الفقه المقاصدي هو النظر الى مقاصد الشريعه التي منها قاعده كليه، لان لما تكلمت على المشقه تجلب التيسير فانت تتكلم على قاعده كليه من قواعد الشريعه. نعم. وعندما تجد حتى في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خير بين هنا خير سما، هذا حتى في حجه الوداع عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امور فيها مخالفات، يعني قدم صحيح. كذا وفعل كذا، فكل من ساله قال لا حرج لا. فمساله رفع الحرج عن الامه هي قاعده عامه، كوننا الإنسان يميل إلى الاحتياط، نعم. أحيانا ليس دائما الاحتياط هو في التشدد، نعم. يعني حتى بعض أهل العلم أو بعض حتى الدعاة المشهور لما تكلم حتى على قضية الورع، نعم. فقال ليس دائما الورع في الإحجام، نعم. قد يكون الورع في الإقدام، يعني ليس دائما الورع أن الإنسان يحرم، بل أحيانا من الورع أن الإنسان يرخص للناس، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، يعني الله عز وجل لما جعل العزائم أمر بها ووضع الرخص للتخفيف عنه، فمن ترغيب الإنسان في رحمة الله عز وجل وفي حكمة الله وفي أحكام الشريعة أن الإنسان يتعامل بالرخص، وهي من دين الله عز وجل. الجانب الصورة من صور التشدد الذي ذكرته نحن الآن نشده، يعني نجده حتى على مستوى الإعلام، مسألة الآن الإصرار على إقامة الحدود مثلا بآلية غير منضبطة شرعا، هو صورة ليس التشدد، بل هذا صورة من الافتيات وصورة من الوقوع في الظلم وصورة من الوقوع في تنفير الناس من الدين، وهذه من قلة الفقه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم حتى على قتل المنافقين وأنه لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لما نهى عن إقامة الحدود في الغزو، ولما يعني وضع قواعد عامة تشير يعني تركز على أن الأصل هو أن المسلم يبقى على دينه ولا يفتن بأسباب تكون من تصرف
مسلم نفسه أو الداعي نفسه أو المفتي نفسه. طيب. ثم إيقاع الناس في الحرج ليس هو من دين الله في شيء. صحيح. طيب لو نتحدث عن الدورة حتى نفسح المجال أكثر في هذه القضية، الآن أنت ستقام هذه الدورة، دورة العلمية الشرعية برعاية مكتب الدعوي في دار الإفتاء وكذلك وزارة الأوقاف بعنوان نحو فقه المقاصدي. ما علاقته وما هي المواد التي ستدرس أولا ابتداء في هذه الدورة؟ هذه الدورة ستتناول مواد لها علاقة بمقاصد الشريعة أو تطبيقات لمقاصد الشريعة مثل السياسة الشرعية. هذه من المواد التي ستدرس في الدورة باعتبار أن السياسة الشرعية فيها كثير من المبادئ العامة وليس فيها النصوص المحددة في طبعا في نظام الحكم وفي تطبيقاته، كذلك في أصول الفقه لأن مادة أصول الفقه مبثوثة فيها معاني المقاصد والعلل والحكم من التشريع. نعم. والمادة الأخرى أظن أصول الفقه، أصول السياسة الشرعية وأصول الفقه وباب الأقضية والدعاوى والحدود من الفقه. نعم. طبعا الفقه المالكي. نعم. إيه، فهذه المواد لها علاقة مباشرة ب سناتي لقضية علاقتها بمقاصد، لكن دعني فقط نعدد هذه المواد. الآن فهمت منك أن السياسة الشرعية مادة، السياسة الشرعية. نعم. كذلك ماذا الآن بعض أبواب الفقه مثل أحكام القضاء والبينات والبينات والشهادة ما يتعلق بالقضاء. نعم. نعم. قضاء. المادة هل فقط ولا وأصول الفقه والمادة الرابعة العقيدة. 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 نعم. طيب إذا فيما يتعلق، أنا فهمت أنك ستدرس حضرتك الشيخ عبد الله التواتي ستدرس مادة الفقه في هذه مادة الدورة. نعم، بعض أبواب الفقه اللي هي العلاقة بالقضاء والشهادات والبينات والدعاء. لماذا اخترت هذه المواد أو هذه الأبواب من الفقه؟ والله هذه الأبواب طبعا لها علاقة مباشرة طبعا فيه الصحوة الإسلامية والشباب الذي يتوق إلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى واستئناف الحياة الإسلامية وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى الأمر بعموم بدون معرفة التفاصيل بدون معرفة مقاصد الشريعة في هذا. نعم. الباب أحببنا أن ندرس هذه الأبواب حتى نبين لهؤلاء الشباب أن مثلا باب القضاء وتحكيم الشريعة والفصل في الخصومات بين الناس له شروط يجب أن تتوفر في القاضي، وأيضا مجريات أو مثلا سير الدعوة مثلا رفع الدعوة عند القاضي و التفريق ما بين الخصوم المدعي والمدعى عليه والبينات والشهود ونصاب الشهود. جيد. وأشياء كثيرة، تفاصيل كثيرة جدا في هذا. نعم. الباب حتى يستوعب هو طبعا سيكون يعني شيء غير ليس للمختصين يعني. نعم. لكن شيء يبين للشباب أن هذا الباب باب عظيم جدا يعني لا يقوم به أنصاف المتعلمين أو. نعم. العوام بالأحرى يعني. وضحت. نعم. الفكرة. لو أيضا قضية المواد الأخرى، هناك مادة العقيدة وأصول الفقه، ما علاقتها هنا بالمقاصد؟ والله ما يتعلق بمادة أصول الفقه هي أصلا هناك باب يعني أو ما يتعلق بمقاصد الشريعة ستدرس. نعم. كمادة. نعم. جزء من مادة أصول الفقه، كما أنها ستدرس القواعد الفقهية الكبرى. على الأقل سيتم التركيز على قاعدتين، المشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك على. نعم. بشكل عام، وإن أمكن يعني استيعاب كل هذه يعني القواعد الكلية الأربعة أو الخمسة. نعم. يعني سيكون هذا الذي سيتم العمل عليه. ما يتعلق بالعقيدة وسبب تدريسها، ابتداء الإشكال أصلا في قضية تقرير المقاصد والعلل، أنت لما سألت على قضية هل هناك فقه مقاصدي، الإشكال أصلا حدث في هل أحكام الله عز وجل يعني معللة أم ليست معللة يعني. نعم. بدأ الخلل هو أصلا عقدي، ثم انتقل من الخلاف العقدي كما. نعم. ذكر أهل العلم إلى التعامل به في أبواب الفقه، وإن كان. نعم. أثره في الفقه ليس كأثره في العقيدة، لكن. نعم. هو نقول ابتداء نشأ من هذه القضية، وكما يذكر بعض العلماء
أن حتى سبب من قال أن الأحكام هذه ليست معلومة فرارا من أقوال المعتزلة بالوجوب على الله. لا نريد أن ندخل في تفاصيل، لكن هذه إذن هو في الحقيقة منشأ الخلاف في فقه المقاصد وعدم المقاصد هو إشكالية التعليل في الأحكام الشرعية وتعليل أفعال الله في الجملة قبل أن تتكلم في بعض. فالموضوع له علاقة بالأخر. الجانب الآخر أن جزء من الدورة فعلا هو التركيز على المقاصد، لكن أيضا هناك جانب آخر نريد أن نغطيه في الدورة، مسألة أن نضع الضوابط. يعني زي ما تفضل الشيخ الآن موضوع القضاء، في من يظن أن القضاء مجرد أنه درس بعض الكتب يستطيع أن يكون قاضي، أو فلان لأنه يعرف عنده بعض الخلفية الشرعية فيصلح أن يفصل بين الناس. نحن الآن نسمع بالمحكمة الإسلامية هناك فلان قاضي وفلان، كما تسمع الآن فهل هؤلاء فعلا من حيث المكنة والأهلية، دعنا حتى من قضية الانحراف والخلل وكذا، هل هم فعلا من حيث المكنة والأهلية يصلحوا للقضاء؟ هذه إشكالية. فكذلك ما الذي دعاهم لهذا؟ مسألة الجرأة. فنبدأ ابتداء في ضبط طالب العلم حتى في تفاصيل العقيدة ليصبح يعلم أن هذه القضايا، مسألة الحكم على الناس والتعامل مع الناس حتى في الباب العقدي ليس من الأبواب التي يدخلها كل إنسان. والتفريق أيضا، لأن يحدث خلل في يعني ما هو الجزء القضائي في قضية الحكم على الناس، وما هو الجزء العقدي اللي يتعلق بموضوع الولاء والبراء الواجب في الدين، أو اللي هو يعتبر من 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 أمور أصول الدين والعقيدة. لأن جانب الخلل أيضا الموجود هو في هذه القضية، أن بعض الناس أدخلت ما ليس بأصل في الأصل، وأدخلت ما هو من باب القضاء إلى باب العقيدة، وبنت عليه كثير من مسائل الولاء والبراء، ووضعت أو جعلت الأمة في هذا التداخل وهذا. إذن لعلي شيخ رياض أعود إليك بعد فاصل قصير حتى تعطينا ما الشروط التي وضعتمها للقبول في هذه الدورة، وكيف يمكن الالتحاق بها. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم أيها الأخوة المشاهدون. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، nadirelamrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني،
نشر للعلم وتعاون على البر. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح بعنوان نحو فقه مقاصدي. هل معي الآن طيب يمكنكم أيها الأخوة المشاركة في هذه الحلقة عبر الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. الشيخ رياض، الآن قصة أن الآن لو تحدثنا كيف يمكن لمن يرغب في المشاركة في هذه الدورة؟ هي نحن الحقيقة ابتداء أن تنظيم الدورة اشترطنا فيه جملة من الشروط، يعني غير قضية أنت تريد نبدأ بقضية كيفية الاتصال ولا نبدأ ب لا أريد الآن باختصار شديد لما شخص الآن يشاهدنا ويريد أن يلتحق بهذه الدورة ماذا يفعل؟ يتصل على الرقم 091 32 11 938. طيب هذا ممكن يستطيع الدخول على موقع باسم الدورة نفسها أو صفحة صفحة الفيسبوك وأيضا صفحة القرافي، أيضا صفحة جامع الإمام القرافي فيها أيضا وجامع وصفحة الأوقاف. إذا ثلاث صفحات في الفيسبوك، ثلاث صفحات يستطيع يجد فيها ما يتعلق ب آلية التواصل وتسجيل الأسماء. بس نؤكد أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين القادم، يعني أنه فرصة ضيقة الأحد والاثنين. طيب لو تعيد الرقم إذن 091 091 32 11 938. طيب شيء آخر، هل فيه مبيت للطلبة أو شيء؟ بالنسبة لمن يأتي من خارج طرابلس سيكون هناك مبيت للطلبة، لأن أصلا حتى الدروس ستكون في الفترة الصباحية ابتداء، وهذه أيضا خالفت فيها الدورات ربما الماضية اللي ربما ما شارك في الدورات الماضية، أن ستكون الدروس 4 ساعات في اليوم في الفترة الصباحية، ساعتين لكل محاضرة، وستكون المواد بالتناوب، يعني 4 مواد سيكون في كل يوم عندنا مادتين. الدوام نفسه سيكون من السبت إلى الخميس، يعني أسبوع كامل، ليس هناك راحة إلا يوم الجمعة. بين المغرب والعشاء ستكون هناك محاضرات لبعض العلماء وطلبة العلم والمشايخ. سنستضيف، يعني نحاول نستضيف كبار علماء البلد قدر ما نستطيع. الآن أخذنا مواعيد مبدئية من بعض المشايخ بحيث أن بين المغرب والعشاء يستفاد منه في هذه القضية، إضافة إلى ربما شيء في مهارات الخطابة وبعض المحاضرات العلمية الأخرى التي ستكون من ضمن الإعلان الموجود يقدم للطالب في أثناء التحاقه بالدورة. طيب ومدة الدورة؟ مدة الدورة ستكون 3 أسابيع دراسة، واليوم الأسبوع الرابع سيكون امتحانات، والشهادة ستعتمد من الأوقاف ومن الإفتاء. طبعا يشترط ستكون هناك لائحة حتى للغياب والحضور، بحيث أن هناك نسبة للغياب، لو الإنسان تجاوزها سيحرم من موضوع الشهادة. فالالتزام بالحضور مهم، سواء في المحاضرات الإلزامية التي سيكون عليها امتحان أو حتى في محاضرات المغرب والعشاء، بحكم أن لضيق الوقت حاولنا أن تكون محاضرات مكملة للمادة العلمية التي ستعطى. والعدد محدود أم هو مفتوح يعني؟ والله العدد نحن إلى الآن المستهدف حوالي 150 بين خارج طرابلس وداخل، حكم سعة المكان وكذا. فنحاول نحن الآن، وكما ذكرنا في البداية أن يعني المكان سيكون في معهد الإفتاء، وعدم وجود مكان للنساء مهيئ لهذا، اضطررنا أن نحن نجعل هذه الدورات للذكور فقط أو هذه الدورة. وسيكون عندنا إن شاء الله في المستقبل القريب دورات أخرى، نحن الآن عازمين تكون على الأقل فصلية إن لم تكن أكثر أقرب من ذلك يعني. نعم. طيب أنتم عندكم بالنسبة للشرائح المستهدفة ممكن يعني عندكم شيء معين، مثلا الطالب يشترط فيه أن يكون عنده مؤهل معين أو يكون سبق له حضور مثل هذه الدروس أم ماذا يعني؟ يعني سيقدم من حضر، يعني لو جينا في معايير الاختيار سنجد أن من الأشياء التي ترجح أن يكون طالب مثلا حضر دورات سابقة، حكم أن هذه
فيه جزء منها مكمل للدورات السابقة. طيب. أيضا من له خلفية شرعية أيضا سنستعمل موضوع التزكيات ومعرفة الشخص، لأن نعم. كما ذكرنا الاختيار سيكون فيه نوع من ال. طيب، إذا هو الاتصال يكون عبر الرقم الآتي وهو 091-32-11938. لو نعود إلى موضوع الحلقة وهو نحو فقه مقاصدي، الشيخ عبد الله التواتي الآن وأنت شيخ تدرس في الفقه المالكي، الحقيقة أن هناك من يرى أن الفقه المالكي لا يهتم بالمقاصد، وهو أيضا حتى لا يهتم بالأدلة. لا، كلام كلام غير صحيح. ربما نمط معين من الكتب أو يعني في المتأخرين المالكية ربما لم يهتموا بالدليل صحيح. ولكن المذهب المالكي إمامه إمام دار الهجرة النبوية وإمام أهل الحديث في ذلك الزمان، يعني يعني لا يخفى عن الكثيرين أن أغلب مثلا الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومن تبعهم من أهل الحديث، طبعا انقسمت مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي كان في تنافس بينهم، فكان مدرسة أهل الحديث إمامها الإمام مالك يعني. وأيضا كبار تلاميذه من أهل الحديث، من كبار أهل الحديث يعني، أيضا من سار على هذا المذهب من إسماعيل القاضي وقاضي عبد الوهاب وعبد البر. نستأذنك بس فقط حتى لا نطيل على المتصل معي، الأخ أبو عائشة من سبها. نعم. أيوه. أيوه. أهلا يا أبو عائشة، مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. أهلا وسهلا، سؤالك يا أبو عائشة. عندي قصيدة لو تفضلت ما بيكون مجال كثير. والله إحنا الآن من بوش ردوك، لكن لو في دقيقة واحدة فقط. إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سلام مثل أعداد الرمال على المبعوث خير العالمين، رسول الله أحمد قد أتانا بنور الحق أهل الصالحين، لله دعوك برسول أطأت الأرض بالحق مبينا، أتى يدعو لتوحيد مصفى ونبذ الشرك والظلم سنينا، أنا إني كتبت الشعر نصحا لأحبابي وكل الصالحين، فيا متمسكا بالدين أبشر بتأييد ونصر ما حيينا، وعجب أمرهم بالدين لعبوا كفى مترنفين وراقصين، وضربوا الدف بالأيدي وصاروا رعاع أضحى أمرهم حزينا، يغصون الرؤوس مع الأيادي مع المردان ليسوا تاركينا، فوعجبا لقوم قد تردى أمرهم فطاروا ظالمينا. نشكرك يا أخ أبو عائشة، جزاك الله خير. أخ أبو عائشة الوقت الحقيقة لا يسمح لنا بهذه المداخلات، لكن تجاوزنا قليلا، جزاك الله خيرا. عذرا على الانقطاع، قضية أن المذهب المالكي يرى في أن هو هناك أئمة كبار، الإمام ابن عبد البر ذكرت، الإمام ابن العربي وغيرهم من أئمة الحديث ومهتمين بالدليل. من أعظم الكتب التي تكلمت على فقه الحديث. نعم. مشهور طبعا كل الباحثين وكل العلماء، وهو يكاد المرجع الأول لكل من أراد أن يبحث في فقه الحديث هو فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني. نعم. رحمه الله. الحافظ ابن حجر جل اعتماده في النقول وفي التحقيقات على شراح البخاري ومسلم من المالكية. نعم. القاضي عياض، القاضي أبو بكر بن عربي، القاضي ابن التين الداودي بن بطال إلى آخره. نعم. يعني هؤلاء من أئمة المالكية الجبال يعني. نعم. ولهم شروح يعني يعتمد عليه في هذا الباب. المتأخرين من المالكية هذا النمط الذي ساد عند الناس ورأوا فيه عدم الاهتمام بالدليل وبعدم كذا، والحقيقة يعني المغرب العربي مر بعصور فيها نوع من الانحطاط الحق يعني. نعم. العلمي الذي أثر على وهذا صبغة عامة ليس فقط المغرب العربي، خصوصا المغرب. نعم. العربي يعني صار فيه نوع من الجمود والتكلس. نعم. وعدم الاهتمام بالتدليل، لكن على عموم مسار المذهب المالكي الحق يعني كثير فيه من المحققين والمهتمين بالسنة النبوية وجانب المقاصد. وفي جانب المقاصد
الإمام الشاطبي هذا نعم كلهم يرجعوا إلى الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي من شاطبة من الأندلس، من الملكية مشهور يعني، والقرافي الإمام القرافي طبعا نعم، والمقري وغيرهم. طيب شيخ رياض، الآن قضية أيضا لو نجعل يعني من باب حتى التطبيقات في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف نراعي فيها أيضا الفقه المقاصد؟ هو طبعا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، ومن ضوابطه أن الإنسان إذا نهى عن منكر يعني أو غير منكر لا يترتب عليه منكر أشد منه. هذا نوع من البحث عن مقاصد الشريعة، يعني بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بابا مفتوحا، أولا ليس بابا مفتوحا يلجه كل أحد، وليس بابا مفتوحا في آليات أو وسائل. فالإنسان أولا حتى في الشريعة أمرت بالتدرج في الأمر المعروف حسب المكنة، وأمرت بالتدرج في الأمر المعروف حسب حال المكلف، وأمرت ب يعني البلاغ المبين حتى في بيان المنكر وبيان المعروف. فهذه كلها قضايا وفق المآلات، يعني قضية ما نعم، ما نحن ذكرنا أن هذا من الشرط أن الإنسان إذا قام بتغيير منكر ترتب لا ترتب عليه، لا يكون في المآل أسوأ من الحال. ففي الجملة إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو يقوم على قواعد، هذه القواعد مضبوطة بالمقاصد العامة للشريعة، وهي أن الغرض تحقيق المصلحة، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن الإنسان قد يترك منكر حتى لا يقع في منكر أشد منه، بل إن الإنسان قد يضطر أن يفعل يعني الخير المشوب ببعض الشر، كما يعني الآن لما شيخ سالم تيمية لما سئل في قضية الشخص الذي يجبي الضرائب مثلا، وذكر أن لو هو قام على هذا الثغر فإنه يستطيع تقليل الفساد ولو بنسبة معينة، وأنه لو قام به غيره لا أوقع، فاعتبر أن قيامه بهذا الأمر واجب في حقه لأنه يقلل على الناس الشر. فالمسألة أحيانا يترك النهي عن المنكر يتركه لوجود المصلحة أخرى. نعم، وهذا أيضا وذكر حتى في مسألة الواقع المعاش، إذا كثر الحرام في الناس كيف يكون التعامل. تكلموا على قضية أن حاجة الناس العامة تنزل منزلة الضرورة للفرد، وهذه قاعدة من قواعد أن الإنسان الأشياء العامة التي تصل إلى مرتبة الحاجة عند عامة الناس لا يعني نحن عندنا فرق بين الحاجي والضروري في الحكم الشرعي. فيقول الشيء اللي يكون في مستوى الحاجة أن الناس يحتاجونه بشكل ماس، ليس لم يبلغ الضرورة، لكن ما دام أمرا عاما فإنه ينزل منزلة الضرورة للفرد. فهذه كلها وهذه مسألة مهمة. نعم تتعلق بالمقاصد العامة في مسألة الأمر بالمعروف. طيب. هذا بالنسبة إذن هو قضية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحقيقة أيضا تحتاج إلى بسط وتوسعة وقواعد كثيرة تتعلق بها. لكن في قضية نفسها أيضا في مسألة الجهاد في سبيل الله، أيضا هناك يعني فقه مقاصد من الجهاد. الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام ولها مقاصد، كيف نطبق الفقه المقاصد فيها؟ لا شك أن الجهاد في سبيل الله وسيلة وليست غاية. الجهاد في سبيل الله هو أساسا شرع لنشر الدعوة الإسلامية. والجهاد في سبيل الله ليس كلام وعاطفة جياشة فقط تقال ويتحدث بها على المنابر والخطب وإلى آخره، أو مثلا يخاطب بها في ساحات المعارك. لكن الجهاد في سبيل الله له ضوابط كثيرة جدا، وله أحكام موجودة مبثوثة في كتب الفقه، وله ضوابط ربما بعض التصرفات الطائشة أو التصرفات غير المسؤولة تلصق بعض التشدد والغلو مثلا في باب الجهاد. هذا دين الله سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيل الله بريء منه. الجهاد في سبيل الله الأصل فيه الرحمة بالخلق، أصلا شرع لدعوة الناس إلى الإسلام وإنقاذهم من الظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام ونعم كما قال الربيعي بن عامر في لأرسطو، نعم جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وليس هو قطع الرؤوس، أو ليس هو مثلا وإن كان الجهاد في سبيل الله في ساحات المعارك يقتضي الدماء والأشلاء والقتل هذا موجود، لكنه ليس مقصدا يعني. من القصص التي تروى في التاريخ أن المسلمين عندما غزوا المشرق ودخلوا إحدى البلدان
احتج أهل ليسوا مسلمين مشركين احتجوا لدى قاضي المسلمين وقالوا نحن عقدنا صلحا بيننا وبينكم شروط ألا تدخلوا علينا بالقوة، فحكم القاضي المسلمين بأن جيش المسلمين يخرج من هذه البلدة حتى يخرج، فخرجوا كلهم من هذه البلدة يعني. كذلك حالات كثيرة جدا يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي مصالح كذا، ليس القتل فقط، كان يمن مثلا على الأسارة في غزوة بدر المشهور أنه كان مثلا من علم 10 من المسلمين يخلى سبيله مثلا من أسرى المشركين. فقصدي اعتبارات الجهاد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى استنقاذ الناس من ظلمات الشرك مقدم على القتل والدماء وإلى آخره. هذا أيضا نوع من الفقه المقاصد وإعمال الفقه المقاصد في قضية الجهاد، لابد أن تفهم الغايات والأحكام التي شرع من أجلها الجهاد. لو أعود إليك الشيخ رياض الآن والوقت أيضا حقيقة يدهمنا، المكان الدورة هو المعهد الشرعي بتاجورة، نعم معهد الإفتاء بقرب بلدية تاجورة. طيب الآن كيف يلتحق من يريد أن يلتحق في هذه الدورة؟ كيف يسجل؟ هل يسجل في الصفحات التي ذكرناها في صفحة الفيس، صفحة الفيس خاصة بالدورة، أو كذلك ما ذكرناش اسمها الصفحة، صفحة ماذا اسمها؟ دورة الإمام الشاطبي، دورة الإمام الشاطبي هذا عنوان الصفحة. كذلك أو صفحة جامع الإمام القرافي أو صفحة وزارة الأوقاف. هل يسجل، يمكن التسجيل عبر هذه الصفحات؟ هو يحتاج إلى الحضور الشخصي؟ لا، هو ابتداء يعني مطلوب منه التواصل على رقم الهاتف بشكل خاص، رقم الهاتف نعيد عذرني فقط، بحيث يكتب مثلا الاسم، السكن، العمر، الاشياء المبدئيه، رساله يرسلها بهذا. ذكرنا ان الرقم مدار صفحه 091-32-11-938. هذا بالنسبه للافتتاح الدوره، سيكون يوم الجمعه القادم ان شاء الله في جامع القرافي. حتى اثناء الافتتاح يمكن الالتحاق، ستكون هناك اوراق واستمارات ستعبأ في يوم الافتتاح. ذكرت انت التسجيل عندي يوم الاثنين، حطيته موعد يعني. نقصد هو هذا بمعنى قبول الاسماء الموجوده، لكن اللي يكون اسمه من الاسماء الموجوده في القوائم سيكون التوثيق والتسجيل الرسمي هو يوم الافتتاح. طيب جيد. موضوع الاوراق وكذا. وزي ما ذكرت التواصل مع الرقم يستطيع زي ما نقول الدخول في التفاصيل التسجيل يعني. طيب لو تسمح فقط ناخذ هذا الاتصال. معي ابو البراء. ابو البراء، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا ابو البراء. يا شيخ طيب. يا مرحبا. سؤالك. استفسار يا شيخ بخصوص الدوره، لكن غربت يعني بين شويه. تفضل. كنت معكم شيخ رياض. في موضوع الشباب يعني الفاعلين المشايخ يعني لاحظناهم شد كلهم الحل يجي يحضر امثال هالدورات هذه، هو ما زال طعن في الشيوخ هذا، وحتى بعد ما يطلع ما زال يطعن فيه يعني. شد كلهم الحل فقط الدوره هذه بالضبط يعني. طيب شكرا ابو البراء. شكرا. طيب ابراهيم بغازي. اي ابراهيم. نعم ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخ ابراهيم. يا بالحال يا اخويا. يا مرحبتين. تفضل سؤالك. يا اخو الله يبارك فيك، انا معلش نطلب منك طلب. تفضل. وبامانه بس انا مره متذكرك كم فتره شويه هيك جاي درت مداخله مع الجماعه اللي بيسترس هذوما. اي. سؤالك تختار والمارة قال لك في كتيبه 160 اسمى احكام الاحكام وانت قاعد تعلق عليك. وقال لك راه ولا يمكن تخش السلك انت اللي جاي من مدرسه ولا مش عارف كان. يا اخي بامانه بس. طيب السؤال هو الموضوع الان يحتاج الى تفصيل منكم، ما غير واضح كلامك، لكن على العموم من معي؟ بنت ليبيا. تفضلي يا اختي بنت ليبيا. الو السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا. عفوا. تفضلي. تفضلي يا اختي. عفوا، انا رساله توصلها لممكن دار ليبيا ممكن. اختي كريمه الان نحن في صدد موضوع معين، فلا نحتاج الان الى مواضيع عامه، وخاصه الوقت بقي فيه دقيقتين بس من الحلقه. معلش اعذرينا.
طيب الآن بقضية الآن الوقت حقيقة دهمنا جدا. موضوع اللي سأل عنه أبو البراء، الآن هناك مشكلة بالنسبة لبعض الشباب طاعنين في المشايخ، يقول لكن هل فعلتم لهم عذر؟ يعني هل هذه من المعايير التي وضعتموها الآن في 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 هذه مثل هذه الدورة؟ والله نحن أصلا يعني واحدة من مقاصد هذه الدورة علاج مثل هذه الظواهر، يعني جزء من الإشكال. إحنا عندنا نعاني من ظاهرتين في الحقيقة، نعاني من ظاهرة الغلو في التكفير، ونعاني من ظاهرة الغلو في التبديع، وهي زي نقول فكر إسقاطي، يعني بمعنى أنه هو فكر إقصائي من الطرفين. فتكوين كوكبة من طلبة العلم أو ناس أهلت بشيء من مبادئ العلم، وإيجاد تيار ناضج يفهم الشريعة فهما صحيحا يستنير بعلماء البلد وعلماء العالم الإسلامي، نعم، بعمومهم، لا يسعى لإسقاط أحد بقدر ما يسعى أن يستفيد من كل عالم أو طالب علم أو صاحب، نعم، تجربة. هذا جزء من عمل الدورة، نعم. كون أنه قد يأتي بعض الأفراد لا إشكال، نحن الغرض أن نغير عقلية هؤلاء، يعني ليس بيننا وبينهم عداء شخصي، أو نحن لن نعامل، يعني لن نتعامل بفكر الإقصاء ذاته، نعم. فلو استطعنا أن نغير في هؤلاء فهذا مكسب من مكاسب الدورة الذي نسعى إليه. والمسألة علاج هذه الظواهر كما ذكرنا تحتاج إلى تضافر جهود، هذا جزء منه ما يتعلق بالدورة، نعم. إنضاج الخطاب الشرعي هو جزء منه بالدورة، قيام الدولة بواجبها جزء من الحل، قيام الهيئات الشرعية كالإفتاء وغيرها جزء من الحل، التواصل مع العالم الإسلامي وعلماءه الفاعلين فيه لبيان خطورة مثل هذه الظواهر وأثرها على المجتمعات عموما، وأن يعني النار التي ستحرقني ستحرقك قبل أن تحرقني، إيصال هذه الرسائل حتى سواء إلى مؤسسات أو إلى دول يعني تدعم مثل هذه الأشياء أيضا هو من واجب أو من الدور الذي يعالج مثل هذه. فالأمور يعني تسير شيئا فشيئا، والإنسان في النهاية يضع لبنة في بناء، إذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على عظمها وعلى خيرها وعلى بركتها، قال ضرب بها مثل كرجل ابتنى بناء ثم قال أنا موضع اللبنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمثل هذه الجهود البشرية الضعيفة؟ نسأل الله أن يبارك فيها، نعم، وأن يجعلها يعني منارة وسبيل لإصلاح الأحوال بقدر المستطاع. نشكرك الشيخ رياض صاكي، لعل نختم بكلمة للشيخ عبد الله التواتي في نصف دقيقة. والله كما قال لا أزيد عن الشيخ رياض ما ذكره، ندعو نحن الشباب حقيقة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، المتقدمين للدورة وغيرهم، نعم، وخصوصا المتقدمين للدورة ندعوهم إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، نعم، والدخول في هذه الدورة بنية رفع الجهل عنهم حتى يبارك الله سبحانه وتعالى فيما يتعلمونه في هذه الدورة، ويحذرون مثلا كثير من الظواهر السائدة مثل الغلو في التكفير والغلو في التبديع وهجر الناس بدون مبررات وإحداث إشكاليات، يعني في هذه نحن في غنى عنها وفي أمس الحاجة إلى دم الشمل. نعم، نشكرك الشيخ عبد الله تواتي الباحث الشرعي، كما نشكركم أيها المشاهدون، ونعتذر على من لم نستطع أن نلبي طلبه ولا يمكننا إجابتها نتيجة هذا الخلل الذي حدث في بداية هذه الحلقة. نشكركم أيها الأخوة المشاهدون، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.